السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن نفذت هجوما موسعا ومعقدا على البحر الأحمر وباتجاه حلف حارس الازدهار. التفاصيل نشرت بالكامل من قبل القيادة المركزية الأمريكية بالإضافة إلى وزارة الدفاع البريطانية. الهجوم تم مساء يوم أمس في الساعة 9:15 بتوقيت صنعاء وجاء من غرب اليمن بحسب القيادة المركزية الأمريكية، أي في إشارة إلى المنطقة المهمة للغاية ألا وهي محافظة الحديدة التي تأتي هنا بهذا الاتجاه، أي من مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وقامت جماعة الحوثي بإطلاق 18 طائرة مسيرة مفخخة بالإضافة إلى صاروخين من صواريخ الكروز المضادة للسفن وكذلك صاروخ باليستي واحد مضاد للسفن. كل هذه الصواريخ والطائرات المسيرة انطلقت مرة واحدة على البحر الأحمر، واشتركت العديد من المدمرات هذه المرة في التصدي لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة. نتحدث عن 3 مدمرات أمريكية ألا وهي USS لبون، USS ميسن، وكذلك USS جرافلي، بالإضافة إلى مدمرة بريطانية واحدة ألا وهي HMS دايموند، وحاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور كانت مشتركة أيضا في عملية الدفاع والتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ، وأطلقت طائرات F-18 سوبر هورنت أيضا لمواجهة كل هذه الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ لجماعة الحوثي. وفعلا تمكنوا من التصدي لجميع هذه الطائرات المسيرة، دمروها بالكامل ودمروا الصواريخ الكروز والصاروخ البالستي بالتمام والكمال، لا إصابات لا جرحى، ولم تتمكن جماعة الحوثي من إصابة أي سفينة، وبالتالي نجاح دفاعي لحلف حارس الازدهار. ولكن ما هو مثير بهذه المسألة بأن السفن الموجودة في البحر الأحمر لم تطلق ولا سفينة واحدة ولا تقرير واضح صدر من أي سفينة موجودة في البحر الأحمر بأنها أطلقت نداء استغاثة على سبيل المثال، أو حتى كان هنالك أي إنذار من جماعة الحوثي تجاه أي سفينة في البحر الأحمر، وهذا يوضح بأن لم يكن هنالك أي استهداف للسفن التجارية في هذه المنطقة. كذلك بأن جماعة الحوثي عندما تستخدم 18 طائرة مسيرة، هذا يعتبر عددا كبيرا يطلق مرة واحدة من جماعة الحوثي، عادة تستخدم جماعة الحوثي هذا العدد في استهداف إسرائيل بشكل مباشر وليس استهداف البحر الأحمر كما نتحدث الآن. وفي نفس الوقت مشاركة العديد من المدمرات مع حاملة الطائرات الأمريكية، كل هذا يوضح بأن جماعة الحوثي كانت تبحث عن استهداف المدمرات الأمريكية وحاملة الطائرات الأمريكية، وقد تكون حتى المدمرة البريطانية وبشكل مباشر. وواحد من أهم المؤشرات على أنه فعلا كان هنالك استهدافا مباشرا للمدمرات الأمريكية أو المدمرة البريطانية هو ما صدر من هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية في اللحظات الأولى لهذا الهجوم، ووضحت المنطقة التي تم فيها الهجوم وأشارت إلى هذه المنطقة إلى غرب الحديدة، أي من اتجاه ميناء الحديدة، وهذه المنطقة هي نفس منطقة انتشار المدمرات الأمريكية كما تلاحظون، المدمرات نفسها التي تحدثنا عنها USS جرافلي وميسن ولابون وحاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور، كلها متواجدة هنا باللون الأزرق وباللون الأخضر هنا كما تلاحظون HMS دايموند البريطانية. هذا هو المؤشر واضح جدا، وبالتالي كل شيء جاء باتجاه مجموعة المدمرات التي نتحدث عنها، وهذا يوضح أن هنالك هجوم مباشر من جماعة الحوثي على هذه المجموعة العسكرية المهمة للغاية، وهذه المنطقة تعتبر من المناطق التي تستهدفها جماعة الحوثي بشكل مستمر منذ بدء الأزمة في قطاع غزة. وجماعة الحوثي بدأت تصعد في البحر الأحمر، هاتين النقطتين كما تلاحظون غرب الحديدة وباتجاه مضيق قباب المندب هي أكثر المناطق التي استهدفتها جماعة الحوثي، وهذا يعني أن حاملة الطائرات الأمريكية والمدمرات التي نتحدث عنها هي في مرمى جماعة الحوثي. وما هو مثير بهذه المسألة بأن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع قال اليوم بعد كل هذه الأنباء بأن جماعة الحوثي قامت باستهداف سفينة أمريكية
تدعم إسرائيل، لا بل إن حتى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس كان قد وضح بأنهم لديهم شكوك واضحة جدا بأن المدمرة البريطانية HMS دايموند كانت هدفا لجماعة الحوثي. جماعة الحوثي حاولت استهداف هذه المدمرة البريطانية، وواحدة من أهم الأسباب التي ممكن أن تجعل فعلا هذه المعلومة صحيحة ودقيقة للغاية هو أن HMS دايموند متواجدة هنا بالقرب، هي الأقرب على سواحل جماعة الحوثي في اليمن، وبالتالي هي معرضة فعلا للهجوم بشكل مباشر. وحتى ديبرا هينز وهي إحدى الصحفيات في سكاي نيوز البريطانية نشرت على موقع أكس بهذه الطريقة صورا حصرية لـ HMS دايموند في لحظة ولحظات التصدي. تحصلت على هذه الصور من وزارة الدفاع البريطانية، وهذه صور تصدي المدمرة البريطانية لهذه الطائرات المسيرة أو حتى الصواريخ، وظهر هذا هو التصدي الأول، وظهرت صورة أخرى بالتصدي الثاني بهذا الشكل، وبالتالي واضح بأنها كانت ليلة طويلة على المدمرة البريطانية لتحقق كل هذا التصدي وأن تواجه هذه المواجهة الكبيرة للغاية. وأيضا يجب أن ننتبه بأننا يوم أمس من الصباح الباكر كان هنالك إعلانا بريطانيا واضحا بأن بريطانيا أضافت مدمرة أخرى في البحر الأحمر ألا وهي HMS Richmond، وبالتالي استهداف HMS Diamond يوم أمس هو أمر واقعي جدا، وقد يكون فعلا هذا هو الذي حدث. وكذلك ما هو مثير أن الاستهداف من جماعة الحوثي لم يأتي فقط بسبب الإعلان عن دخول هذه المدمرة البريطانية وتوجهها إلى البحر الأحمر، لكن الحكومة اليونانية أيضا أعلنت عن إرسالها لفرقاطة عسكرية وهي HS هايدرا إلى البحر الأحمر. وأيضا وزارة الدفاع السنغافورية أعلنت بشكل رسمي انضمام سنغافورة إلى حلف حارس الازدهار، وبأنهم سيبدأون بالقيام بعمليات عسكرية في تلك المنطقة لمشاركة الولايات المتحدة، الدنمارك، بريطانيا وغيرها في تأمين الملاحة البحرية العالمية والمياه الإقليمية الموجودة في خليج عدن، مضيق باب المندب طبعا، والبحر الأحمر باتجاه قناة السويس. وهذا الاستهداف من جماعة الحوثي تحديدا يوم أمس أغضب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير للغاية. رأينا تصريحات وتوعد من البنتاغون، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وحتى القيادة المركزية الأمريكية، كلهم ذكروا جماعة الحوثي بأن هنالك عواقب وخيمة من الممكن أن تكون موجهة على جماعة الحوثي بعد هذا الهجوم. البعض قد يستغرب لماذا حلف حارس الازدهار الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا منزعجة من هجوم قامت به جماعة الحوثي، والهجوم فشل تماما، أسقطت هذه المدمرات وحاملة الطائرات الأمريكية الآن أغلب الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي على المياه. من المفترض أن الأمور مؤمنة بشكل كبير، المسألة تذهب إلى أبعد من ذلك. جماعة الحوثي الآن هي تحقق عددا من الإنجازات في هذه الاستهدافات في حقيقة الأمر. فهذه الجماعة على سبيل المثال طبيعة الطائرات المسيرة التي تستخدمها بحسب البوليتيكو يصل سعرها إلى 2000 دولار، ولكن البوليتيكو سابقا أيضا وضحت بأن الصاروخ الواحد لهذه المدمرات الأمريكية يصل سعره إلى 2.1 مليون دولار. وشيزو انتل أحد أهم المختصين فيما يجري في المياه البحرية والسفن والقطع البحرية العسكرية وغيرها، قدر من طبيعة هذه المواجهة من هجوم يوم أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تقريبا فقط للتصدي لـ 18 طائرة مسيرة وصاروخين الكروز والصاروخ البالستي القادم من جماعة الحوثي التكلفة تصل إلى أكثر من 196 مليون دولار، لاحظ التكلفة من هجوم واحد تم بطائرات مسيرة ليست بالغالية أبدا، وحتى الصواريخ لا تقدر بهذه الأثمان الكبيرة مقارنة بما هو انطلق من هذه المدمرات أو بعمل طائرات F-18 سوبر هورنت. وكذلك وجود هذه المدمرات وحاملة الطائرات كذلك العملاقة USS دوايت آيزنهاور فيها تكلفة عالية للغاية تصرف ملايين الدولارات. وجماعة الحوثي لا بد من الانتباه أنهم حتى هذه اللحظة من تصعيدهم في كل هذه المنطقة لم يقتلوا أحدا، لم يجرحوا أحدا، نعم أصابوا بعض السفن ولكن لم يغرقوا أي سفينة، ومع ذلك يكلفون هذا الحلف كل التكاليف العالية للغاية والأموال الباهظة للغاية أيضا. وفي نفس الوقت إن سفن الشحن في نهاية المطاف وشركات الشحن توقفت من المرور بهذه المنطقة، وارتفعت أسعار الشحن بشكل كبير، وتوقفت تقريبا الحركة في البحر الأحمر، وجماعة الحوثي تحقق أهدافها
مع كل المعادلات التي تحدثنا عنها، لا قتل لا جرح أحد لا إغراق سفينة ولا حتى إصابة هذه المدمرات الأمريكية ولا غيرها، وتحقق الأهداف التي تبحث عنها ألا وهو حصار على مضيق باب المندب، وبالتالي الضغط بشكل كبير على إسرائيل، وبأن ميناء إيلات الآن تقريبا لا تتواجد فيه إلا الأشباح، ليست هنالك الكثير من الحركة في ميناء إيلات مما يسبب خسائرا كبيرة بالنسبة لإسرائيل. وهنا يأتي سبب الانزعاج الأمريكي والبريطاني، لأنهم يرون أن إيران تحقق ما تريده دون المشاركة فيما يجري في المنطقة من صراع إقليمي متصاعد وكبير للغاية. جماعة الحوثي تؤدي دورا كبيرا للغاية وتكلفهم الكثير طبعا كما نتحدث الآن، وتحقق الأهداف كما تريد، وأيضا تصعيد كبير للغاية مستمر على مستشارية التحالف الدولي في العراق وفي سوريا، وبدأت الحكومة العراقية ودخلت بنقاشات وكلام وتصريحات متضاربة عن جدوى لإخراج مستشارية التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل 90% من التحالف الدولي، بأنهم يجب أن يخرجوا من هذه المنطقة، وبالتالي إذا ما خرج مستشارية التحالف الدولي وانسحبوا إلى سوريا يعني إخلاء العراق، وهو بالضبط ما تحدثت عنه إيران في السابق بأن وجود أو الوجود الأمريكي في العراق هو يهدد أمنها القومي، وبالتالي هذه واحدة من الخطط الاستراتيجية الخاصة بها. وبوليتيكو اليوم نشرت بعض التفاصيل المثيرة عن أن هنالك مباحثات أو كلام خاص وسري مع المسؤولين الأمريكيين بأن هنالك رغبة من الحكومة العراقية للتباحث مع الولايات المتحدة الأمريكية للبقاء في العراق. هنالك تضارب في الأنباء طبعا حول هذه المسألة، ولكن إيران تضغط، لاحظ، تضغط في اليمن، تضغط في العراق، تضغط في سوريا، وكذلك حزب الله اللبناني. يجب أن لا ننسى مع تصعيد حزب الله اللبناني جعل هذا الأمر شمال إسرائيل خالي تماما من المواطنين الإسرائيليين المدنيين، 150,000 من الإسرائيليين لم يعودوا متواجدين في شمال إسرائيل، وهذا فيه تكلفة عالية للغاية على إسرائيل، وإسرائيل منزعجة تماما من هذه المسألة، بالتالي فاعلية كبيرة لإيران في هذه المنطقة، رغم أن إسرائيل تتقدم في قطاع غزة وتتحصل على الدعم الذي تبحث عنه، ولكن لاحظ التأثير الإيراني الكبير. وهنا يأتي أيضا انزعاج إسرائيلي كبير، وإسرائيل تصعد بشكل خطير أيضا على جنوب اللبناني وعلى حزب الله اللبناني، وقامت بعملية اغتيال جديدة إسرائيل يوم أمس على قائد الوحدة الجوية للطائرات المسيرة تحديدا في جنوب لبنان في حزب الله. طبعا هذا الرجل هو علي حسين برجي الذي قام ومسؤول عن الكثير من الاستهدافات على إسرائيل، إن كانت بطائرات مسيرة مفخخة تجسسية أو حتى بطائرات قاصفة، تمكنوا من اغتياله بهذا الشكل في إحدى القرى أو البلدات الموجودة في الجنوب اللبناني. ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية طبيعة الاستهداف، وهذا الاستهداف بحسب الأوساط اللبنانية جاء في بلدة خربة سلم، هذه البلدة اللبنانية المهمة، وبالتالي بالاعتماد على حقيقة اسم هذه البلدة، بلدة خربة سلم، وهذه الصورة الظاهرة من الطائرات الإسرائيلية وهي تراقبه قبل أن تقوم بعملية استهدافه. سنلاحظ بأننا أمام شارعين بهذا الشكل تقريبا، جزرة وسطية واضحة في هذه المنطقة، هنا شجرة واضحة أيضا، وسنلاحظ هنا مبنى مميز وهو المبنى الذي سيحدد لنا هذا الموقع، مبنى بشكل معماري مميز للغاية بهذا الشكل، مساحة مفتوحة هنا، مساحة مفتوحة هنا، هنا شجرة واحدة، هنا شجرة ثانية، وهنا خط واضح، وهنا خط آخر، وبالتالي هذه العلامات التي يجب أن نبحث عنها في القمر الصناعي. إذا ما اتجهنا إلى بلدة خربة سلم بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا نتجه إلى عمق 18 كيلو مترا في الجنوب اللبناني، هذه هي البلدة المقصودة، والمبنى الوحيد المتطابق مع المبنى الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو هذا المبنى بشكله المعماري الخاص. لنتجه إلى الشمال قليلا الآن ولنحاول أن نتوقف هنا في هذه النقطة، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات، هذه الشوارع، الجزر الوسطية التي تحدثنا عنها، الشجرة التي رأيناها، وكذلك هذا هو المبنى بشكله المعماري الخاص، مساحة مفتوحة، شجرة أولى، شجرة ثانية، وهذه هي الخطوط الواضحة في هذه المنطقة المزروعة والمفتوحة، وبالتالي هذا يعني بأن هذا الرجل تمكنت إسرائيل من اغتياله في هذه المنطقة. والمثير بأن في هذه البلدة كان هنالك تشييعا لأحد القياديين المهمين جدا في حزب الله اللبناني، والذي طبعا اختارته إسرائيل أيضا، وهو وسام
الطويل. الشخص الذي هو أمامكم هو أحد أهم القيادات في قوات الرضوان، قوات النخبة في حزب الله اللبناني، أيضا قتلته إسرائيل، وبالتالي هذا يوضح بأن هنالك جاسوسا وجواسيسا كانوا متواجدين أثناء التشييع ليراقبوا القادة الموجودين لتمرر المعلومات لإسرائيل ليتم استهداف الرجل ألا وهو علي حسين برجي ويتم قتله مباشرة. والوضع أصبح خطير للغاية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، إلى درجة أن اليوم الإسرائيل ريدار نقلت عن وزارة الصحة الإسرائيلية بأن هنالك أمرا من وزارة الصحة الإسرائيلية لكل المستشفيات في شمال إسرائيل بأن عليهم الاستعداد لاستقبال العديد والعديد من الجرحى وأن يحاولوا أخذ احتياطاتهم في مسألة الغذاء والدواء والماء، لأن هذا ممكن أن يقطع تماما عنهم بسبب استعداد لحرب برية بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني. الأمور مشتعلة على المستوى اللبناني وعلى مستوى اليمن، والكل ينتظر ما الذي سيجري في الأيام القليلة القادمة.